هنا عبر قناتنا قناة أبو ظبي الرياضية، متواصلين مباشرة مع انطلاق التاسع أشواطنا وبداية جولتنا الثالثة، بينما التوقيت الأفضل هنا يأتي من خلال تواجد الإعادة من الزميل والمخرج أسامة الهواري. هناك نسيم من هجن الرياسة بقيادة المضمر المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري، يقود نسيم في أيضا شوطنا الخامس، وكانت 7 دقائق و41 ثانية. 9 من الأجزاء، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، والتهنئة أيضا موصولة لهجن الرياسة على تألقها هنا في الأسبوع الرابع بانتزاع المراكز الأولى التي توزعت بين 13 شوطا. نسير إلى عالية من هجن الرياسة، مبارك من أحمد بن مايد الخيالي يضمر عالية هناك في الصدارة والمركز الأول، بينما المركز الثاني وصلت هملولة من هجن الرياسة بقيادة علي بن ميل الوهيبي، والمركز الثالث من الجانب الآخر الوصول هناك من خلال تواجد الشاهينية من هجن الرياسة راشد بن محمد بسم المنصوري، وهنا دخول أيضا من خلال تواجد هملولة على المركز الرابع من هجن الرياسة، وأيضا هناك علي بن ميل الوهيبي نقلتنا مباشرة إلى المركز الخامس ليجد في خامس المراكز في هذا الانطلاق الجميل هملولة من هجن الرياسة بقيادة علي بن ميل الوهيبي، والمركز السادس وصلت في هذه اللحظات على سادس المراكز هناك شاهينية لسمو الشيخ مكتوم بن خليفة المكتوم نواب بن نوح بن أحمد، يتواجد البلوشي في عملية التضمير والتدريب، بينما هناك دخول أيضا في هذه اللحظات من هملولة من هجن الرياسة سيد علي بخلفان الجهوري، يقدم انطلاقة هملولية رائعة هنا اللي غيرت إلى المركز الخامس مباشرة من المركز السابع وإلى الخامس في هذه اللحظات. هنا وصلت الشايبة من هجن الرياسة بقيادة المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي، بينما هناك دخول من جبارة لسمو الشيخ الهيان بذياب سيف الهيان الصادق فضل الأمين. هذه هي الأسماء مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، لنا العودة إلى صدارة إلى المقدمة إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط في هذا الانطلاق الجميل. أعود إلى صدارة، هناك عالية من هجن الرياسة مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي يتواجد ليقدم هذه الانطلاقة، بينما اندفاع الشاهينية من الجانب الآخر المقدمة من هجن الرياسة بقيادة أيضا المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري يتواصل لينطلق مباشرة إلى ثاني المراكز مقدما المركز الشاهينية. وصلت هملولة في هذه اللحظات على المركز الثالث من هجن الرياسة بقيادة علي بن ميل الوهيبي، المركز الرابع يا سلام، هناك شايبة من هجن الرياسة مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي، وصلت في هذه اللحظات هملولة من هجن الرياسة علي بخلفان الجهوري، وصل في هذه اللحظات بخلفان ليقدم هذه الانطلاقة الرائعة ويقدم شعار هجن الرياسة من خلال تواجد هملولة. هنا الدخول أيضا من جبارة لسمو الشيخ الهيام بذياب بن سيف الهيان الصادق فضل الأمين أيضا يتواجد ليقدم انطلاقة رائعة وجميلة هنا على المركز السادس، نقلتنا مباشرة إلى سابع المراكز هنا ليجد هملولة من هجن الرياسة على المركز السابع، هناك أيضا علي بن ميل الوهيبي، بينما هنا الدخول من الشاهينية لسمو الشيخ مكتوم بن خليفة المكتوم نواب بن نوح، ولكن ينخطف من خلال تواجد هذه الأسماء الرائعة والمشاركة. هناك وصول الشاهينية لسمو الشيخ المربى مكتوم المكتوم السيف بن احمد بن خريد يضمرها، وهناك دخول ايضا من بشاير لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم امبار محمد بن مسهر بالقوبع في عملية التضمير والتدريب. هذه هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، لنا العودة إلى الصدارة وإلى مقدمة هذا الشوط. عالية هناك عالية، عالية في المركز الأول والصدارة، عالية بعلوها وشموخها بهذا الشعار العالي، هذا الشعار العملاق والخطير، شعار هجن الرياسة هناك. مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي يتواصل في عملية التضمير والتدريب، ولكن وصلت هملولة، انطلقت هملولة من هجن الرياسة ليتواجد الظافر علي
علي بن يميل الوهيبي انضمت الشاهينية من الجانب الآخر من هجن الرياسة بقيادة راشد بن محمد بسم المنصوري. وهنا أيضا هنا الشايبة من هجن الرياسة مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي يتواصل هنا في هذا الكيلو الأخير في هذا الانطلاق الخطير في هذا الأداء الرائع والجميل ما شاء الله. الله 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 هناك عالية وهملولة وأيضا هنا وصلت الشايبة والشاهينية كلهن من هجن الرياسة كلهن من هجن الرياسة بسم الله وتبارك الله. بدأت أيضا الأوامر الخفيفة والطفيفة هناك على الصدارة على المقدمة على المركز الأول عالية عالية من هجن الرياسة مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي على الصدارة على مقدمة الشوط. هنا هملولة في المركز الثاني هملولة على ثاني المراكز من هجن الرياسة يتواجد هناك أيضا علي بن يميل الوهيبي. يا سلام يا سلام الثنتين في موقع أيضا جميل ورائع الشايبة في المركز الثالث ولكن ما شاء الله 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 وصلنا لوحة جولة الأوامر جولة الأوامر النهائية. تحركت هملولة انطلقت هملولة إلى صدارة هملولة من هجن الرياسة الظافر 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 بدأ يشكل هذه الانطلاقة الظافر الظافر علي بن يميل الوهيبي يقدم اندفاع هملولة من هجن الرياسة ولكن العودة هناك من عالية عادت عالية مرة أخرى لهجن الرياسة مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي. هذه هي عالية هذه هملولة على الصدارة هملولة في المركز الأول هملولة على الانطلاق الأول. تهانينا والناموس لهجن الرياسة وإلى علي بن ميل الوهيبي على هذا الفوز مشكور يا الظافر على هذا الانطلاق عالية في المركز الثاني من هجن الرياسة بينما المركز الثالث وصلت هناك الشايبة من هجن الرياسة والمركز الرابع وصول أيضا جميل وانطلاق هناك من الشاهينية من هجن الرياسة على رابع المراكز بينما المركز الخامس هناك الوصول من اللي هي وصلت بشاير لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار ايضا لنا العودة بالتوقيت الزمني هنا مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام ايضا الانطلاقة وهملولة هي من انتزعت المركز الاول مؤكد هذا التوقيت ايضا 7 دقائق 42 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة والتهنئة لعلي بن يميل الوهيبي على هذا الفوز والانتصار. ثانيا 7 دقائق 43 ثانية 5 أجزاء من الثانية اللي هي عالية لهجن الرياسة. تهانينا لهجن الرياسة وإلى مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي. المركز الثالث كان دخول ايضا من خلال تواجد بشاير اللي حلت في المركز الثالث ولحظات وصولها وانطلاقها. هناك ايضا المنطلقة او اللي هي شايبة من هجن الرياسة. تهانينا ايضا لمبارك بن احمد بن مايد الخيلي 7 دقائق 51 ثانية وفاء وتماما وكمالا. تهانينا والناموس لكل الفائزين. التواصل يستمر مشاهدينا الكرام شوطنا العاشر للأبكار اللقايا المهجنات الأصيل لأصحاب السمو الشيوخ.